الإخوة الضباط والجنود مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري أبطالنا المغاوير. ليس بخاف على أحد منكم الدور الكبير الذي تقوم به قواتنا المسلحة وكافة أجهزة الأمن من مشاركة في بناء صرح النهضة العمانية الحديثة وحماية منجزاتها المتعددة وصون الاستقرار والأمن في ربوع الوطن. مشاهدينا الكرام، يضحي الإنسان بروحه من أجل وطنه، فالأوطان تبنى بسواعد أبنائها الذين يقدمون في ذلك تضحيات كانت عاملا رئيسيا في البناء والعطاء من أجل رفعة شأن الوطن. وفي قوات السلطان المسلحة يبذل منتسبوها أروع نماذج البذل والإخلاص في أداء مهامهم، ليضربوا بذلك نماذج مشرفة في حب الوطن والدفاع عن مقدسات نهضته المباركة. مشاهدينا الكرام، الانضمام إلى قوات السلطان المسلحة شرف يتمناه الكثير من أبناء الوطن، وفي كل عام تحتفل قوات السلطان المسلحة بتخريج دفعات جديدة من الضباط المرشحين الذين نالوا الثقة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. وفي هذا البرنامج سنقترب أكثر من قصص هؤلاء الضباط المرشحين وكيفية اجتيازهم لمراحل التدريب المختلفة، وسيكون معكم في هذه الحلقة أحد الضباط المرشحين بأكاديمية السلطان قابوس البحرية. أنا الضابط مرشح بحري عبد الحميد بن حميد الذهلي، التحقت للتدريب في أكاديمية السلطان قابوس البحرية. يعد التدريب في أكاديمية السلطان قابوس البحرية أحد أهم الركائز الأساسية في تكوين حياة الضابط المرشح، ويحظى الضباط المرشحين بحظ وافر من الاستفادة من هذا التدريب، متمثل في إعداد ضباط ذوي كفاءة عالية قادرين على الوفاء بمتطلبات السلاح والعمل في مختلف وحدات البحرية السلطانية العمانية. يمكننا أن نرى مدى الاستفادة من خلال ما يناله الضابط المرشح من تدريب وصقل لفنون القيادة التي تساهم في تعزيز القدرات القيادية للضابط المرشح وتكوين شخصيته القيادية وإكسابه فنون مخاطبة الجمهور وإلقاء المحاضرات، والتدريب العملي على الملاحة الساحلية بنوعيها المرئية والعمياء وتطبيقهما واقعا عمليا من خلال التحاقه بإحدى سفن الأسطول للتدريب العملي فيها، وعمل خرائط والدراية التامة بكافة أجهزة الرادار والاتصالات. ولا يمكننا أن نغفل عن اللياقة البدنية وقدرة التحمل التي يمتلكها الضباط المرشحين، وذلك بفضل برنامج تدريبي متكامل يعد من قبل ضباط متخصصين بمجال الرياضة يعمل على إكسابهم اللياقة البدنية المطلوبة لإنهاء برنامجهم التدريبي، وغيرها الكثير التي تبني فكرة الضابط المرشح
وتجعله على دراية تامة واسعة بمجال عمله وتخصصه. مشاهدينا الكرام، للوطن جنود يعملون من أجله بكل إخلاص، واستطاعوا أن يقدموا نماذج مشرفة في عطائهم. الوكيل سعيد بن عبد الله الراشدي أحد أولئك الذين تم تأهيلهم في مجال المغامرة، ينضم بعد ذلك إلى مركز تدريب المغامرة بالجيش السلطاني العماني. مركز المغامرة تأسس في 2011. طبعا المركز قام بعدة إنجازات بعد ما تشكل، الحمد لله حضرنا دورة تأسيس مدربين دورة المغامرة في جمهورية فرنسا الصديقة في عام 2011 مع القوات الخاصة البريطانية في منطقة مودانا، وفي عام 2012 لله الحمد تسلقنا أعلى قمة في أوروبا في قمة مومبلا في فرنسا كأول فريق عربي وعسكري يتسلق القمة في 21 ساعة في زمن قياسي، وتجاوزنا العديد من الفرق الأوروبية المتواجدة آنذاك. الحمد لله في 2013 تسلقنا ثالث أعلى قمة في العالم، قمة جبل كليمنجارو في جمهورية تنزانيا الصديقة، وفي 2014 صارت حطيت معنا مشاركات كثيرة الحمد لله في المغامرات في التسلق في جمهورية فرنسا، في سويسرا، أيضا في المملكة المتحدة. الحمد لله حققنا فيها نتائج مميزة. الحمد لله الجبال والمناطق الطبيعية الموجودة في السلطنة أهلتنا وأهلت الفرد العماني للقيام في أي تسلق في أي مكان في العالم. حيث التدريبات الأخرى، الإعداد البدني واللياقة البدنية، نعم تدربنا في الصالات الرياضية وفي الجري، وتدريبات اللياقة البدنية بشكل كامل، يعني لإعداد الفرد، إعداد مثل كي يجتاز مثل هذه سواء تسلق أو مسير جبلي أو الصبر والتحمل على اجتياز جميع ما تطلبه المغامرات. إنجازاتي الشخصية في مجال المغامرة، طبعاً أفضل إنجاز هو التسلق أعلى قمة في أوروبا، قمة مومبلا في فرنسا في عام 2012 في شهر 7، وكأفضل فريق عربي من ضمن الفريق السلطني، كأفضل فريق عسكري وعربي يتسلق القمة في زمن قياسي، وأيضاً تسلق في إفريقيا وتسلق في أوروبا، مشاركات في بطولة الكاستا في إيطاليا، بطولة تزلج، مع وحققنا مناطق مراكز متقدمة في تلك المسابقة،
ولله الحمد شاركنا في دورة في اسكتلندا أيضا حققت فيها مركز متقدم بامتياز، والحمد لله النية أن نواصل المشاركات الإيجابية لتمثيل وتشريف السلطنة والجيش العماني في تلك المشاركات الخارجية إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مسيرة العطاء لدى منتسبي قوات السلطان المسلحة لا تتوقف، فهناك الكثير من النماذج التي استطاعت أن تواصل مسيرة عطائها بعد أن تقاعدت من الخدمة العسكرية. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على قصة العميد ركن طيار متقاعد مال الله بن رستم الصادقي. بداية حياتنا كنا طبعا كل واحد يعرف ان ما في كان مدارس في عمان ما عدا مدرسة واحدة، مدرسة سعيدية في مسقط. تعليمنا كان تعليم خاص، مدارس خاصة، ونظرا لرغبتي في العلم فأوجدت الانخراط في سلك العسكري والتحقت بسلاح الجو السلطاني في سنة 1959 في شهر 8 تاريخ 12، وهي بداية تكوين سلاح الجو في عمان، وكان في مطار بيت الفلج. وبعدين انتقلت من كاتب في البداية إلى الاتصالات في سنة 61، وفي سنة 63 عينت مشرف على الاتصالات الجوية في مطار بيت الفلج، منها الإرصاد كذلك. وفي سنة 70، سنة النهضة المباركة، رشحت لأصبح ضابط وأول ضابط، مثل ما كنت أول عماني انتسبت إلى سلاح الجو لأصبح أول ضابط في سلاح الجو. في سنة 71 أرسلت إلى بريطانيا وتخرجت في 16/9 سنة 71، وبعدها أعطيت دورة إدارية كذلك في المملكة المتحدة، ورجعت إلى عمان في نهاية سنة 71. في هذه الفترة بعد ما أصبحت ضابط كانت عندنا رغبة في الطيران، فانضميت إلى نادي الطيران الخاص في مطار الخاص. كانت طائرتين للتدريب وأسست كنادي، وطبعا كلها بتوجيه مولانا صاحب الجلالة أيده الله لتشجيع العمانيين. ومن ضمن الشباب اللي كانوا في النادي كان المرحوم العقيد سليم
من شرطة عمان السلطانية، والشخص الآخر محمد بن صخر العامري كذلك اجتازوا هذه الدورة. الفكرة للطيران بدت من هذا النادي ونشأت في هذا النادي، ورأت القيادة حكيمة بأن الرغبة موجودة أن أبعث لدورة الطيران إلى المملكة المتحدة، وهناك قضيت دورة في الطيران. حسب البرنامج المعد من قبل سلاح الجو السلطاني العماني، أن اجتياز دورة تمهيدية وهي إلى طائرات خفيفة، ولكن بسبب المعرفة في الطيران في النادي العماني في مطار الخاص السلطاني كانت الأمور بالنسبة لي سهلة، واجتازيت الدورة هذه بأسرع مما كنا نتوقع. فطلب مني بأن أبقى لأطير طائرة أكبر حجما في المملكة المتحدة لمدة شهرين، وعند انقضاء المدة أو انتهاء الدورة رجعت إلى عمان، ثم التحقت إلى قاعدة الجوية في مصيرة لطيران على الطائرات المقاتلة، فبقيت لمدة سنة أكملت الدورة، ثم التحقت بدورة فنية عن طائرات سكايفن في شمال أيرلند، ورجعت إلى عمان. بعدها عينت كقائد في قاعدة صلالة، وبقيت في صلالة كقائد القاعدة إلى سنة 1982. الله كرمه كبير علينا، وله زيارات عديدة لأبناء قوات السلطان المسلحة وخاصة في سلاح الجو، وفي مناسبات تخريج كثيرة بالحقيقة. وأنا شخصيا حظيت بهذه المناسبات، ولكن أتذكر مناسبات خاصة لي، مناسبة تسليم الجناح من لدن مولانا، وكان في قصر السيب العامر، وكانت ذكرى حقيقة عالية في نفسي. وكذلك في سنة 76 عندما رقينا أنا وإخوة آخرين من الجيش إلى رتبة مقدم، فكنا نحن 6 أو 8 كنا الأوائل اللي حصلنا على رتبة مقدم، وكانت في سنة 76. وهذه المناسبة كذلك شرفنا مولانا بالحقيقة لهذه المناسبة الجميلة اللي أبقت ذكرى في نفوسنا بالحقيقة. طبعا قوات السلطان المسلحة عامة في فترة النهضة المباركة تقدم خدمات
إلى المواطنين عامة. أما بالنسبة لسلاح الجو فكان الإسناد الجوي لنقل المواطنين من وإلى مناطق بعيدة نظرا لعدم وجود طرق في هذه الكفة والعلاج. والفكرة اللي أوجدت في سلاح الجو لبرنامج الطبيب الطائر كان له نتائج عالية، وكان كل شيء الحمد لله تم بالنجاح بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة، وهذا شيء نحن في سلاح الجو نفتخر فيه. حقيقة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على العمان الحبيب الخير وقوتنا المسلحة أن تكون الحارس الأمين لهذا الوطن للدفاع عن الوطن ومكتسباته والتطور إن شاء الله في أمور تقنية قتالية إدارية عسكرية مؤهلين للقيام بالواجب الوطني للدفاع عن هذا الوطن الحبيب بقيادة مولانا حفظه الله القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مشاهدينا الكرام، تقوم قوات السلطان المسلحة بتشجيع منتسبيها نحو تقديم إبداعاتهم في مختلف المجالات، إيمانا منها بدعم الشباب العماني واستغلال إمكاناته المختلفة. الرقيب فيصل بن راشد الكلباني من مرتب الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع. تعتبر هواية الطيران اللاسلكي من الهوايات العالمية قديمة العهد، وتتميز هذه الهواية بالاعتماد على التركيز الذهني والدقة في التناسق بين أوامر العقل وبين حركة اليد لتوجيه الطائرة التوجيه الصحيح والسيطرة عليها وفق قواعد فنية مدروسة، مما يجعل منها هواية ورياضة في آن واحد. بطبيعة الحال لا يمكن أن يتحقق النجاح في أي رياضة أو أي هواية كانت ما لم يكن التدريب مصاحباً لهذه الهواية. لذلك نجد أن عامل التدريب يعتبر من أهم الأساسيات التي يعتمد عليها الطيران اللاسلكي بسبب تعامل الشخص مع معدات حساسة جداً، وأقصد هنا الطائرات اللاسلكية وأجهزة التحكم، بحيث أنه لا يمكن هناك أي بداية تدريبية خاصة للتعامل مع مثل هذه الأشياء، فقد تكون النتيجة فقدان الكثير من المال لشراء هذه الأجهزة بسبب الحوادث المتكررة. لذلك نجد هناك برامج خاصة للتدريب على الطيران اللاسلكي عن طريق أجهزة الحاسب الآلي والمتعارف عليها عالميا باسم برامج المشبهات أو المحاكيات، والتي بدورها تقوم بمحاكاة الواقع ولكن بدون أي تكاليف مادية مهما بلغت عدد الحوادث فيها، فبمجرد لمسة زر واحدة فتعيد الأمور إلى طبيعتها. طبعاً بدايتي في ممارسة هذه الهواية كانت ما يقارب من 4 سنوات، وكذلك لم تقتصر هذه الهواية على الطيران اللاسلكي فحسب، بل تعددت إلى تطوير بعض الأشياء القائمة في الأجهزة كإضافة أجهزة استشعار للسرعة ومقدار القوة المتبقية في البطارية، وكذلك تحليل الوقود المستخدم في بعض الطائرات اللاسلكية والمعروف بالنيترو، بحيث يمكن تصنيعه محلياً من خلال إضافة المكونات الأساسية وبتكلفة أقل. كذلك من ضمن ما نعمل على تطويره في الفترة الحالية هو عمل أجهزة استشعار مساعدة التحكم بنزول الطائرة بدون وقوع أي حوادث في حال فقدان السيطرة على التحكم بالنزول، وهذه الأجهزة سترى النور قريبا بإذن الله. رسالتي لجميع من يمتلك هذه الموهبة هو عدم الوقوف أمام التحديات والصعوبات مهما بلغت، فأعظم النجاحات تأتي بعد أشق العثرات. قبل أن نودعكم مشاهدينا الكرام، نذكركم بأن فريق البرنامج على استعداد تام لتلقي اقتراحاتكم وأفكاركم على بريد البرنامج الآتي: وختاماً لهذه الحلقة اخترنا لكم مشاهدينا الكرام بعضاً من الصور الضوئية لمصوري التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، وذلك في ميادين التخريج العسكري بقوات السلطان المسلحة، لترصد لكم مظاهر الفخر والاعتزاز التي تغمر الخريجين في مثل هذه المحافل العسكرية.